بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامة عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا لك اهلا كابتن، الله يخليك. نروح للمباراه كابتن. هي مباراه تحكيميا سهله، يعني النهارده طاقم التحكيم ما مرش بيه احداث مهمه او صعبه. المباراه هي كانت مباراه سهله تحكيميا، هو بس كانت مشكله النهارده كانت ارض الملعب، يمكن دي اثرت على اللاعبين داخل ميدان اللعب. وقلنا دايما اللاعب يخاف دايما بخايف من الارض، ممكن يحصل عنده التواء، ممكن يحصل تمزق، وبالتالي هي الارض هي اللي كانت عامله النهارده. طب كابتن بعد اذن حضرتك في النقطه دي، مش المهم انا كمسؤول عن اللعبه وانا كحكم مباراه، يهمني في المقام الاول اللاعب اللي في الملعب وسلامه اللعيبه. دي مهمه جدا جدا. يعني هو قانون كره القدم والاتحاد الدولي والإفاب كله بيتكلم على واحد، سلامه اللاعبين داخل ميدان اللعب. حاله الملعب النهارده كانت سيئه. ما كانش من الممكن قبل المباراه ان ابراهيم نور الدين يتخذ قرار بعدم اقامه المباراه النهارده؟ بالظبط، هو الوحيد اللي بيقرر هذا الملعب صالح للعب او مش صالح هو حكم المباراه. معايا كابتن ايمن؟ ايوه. وهو بيشوف مدى صلاحيه الملعب نتيجه ايه؟ نتيجه ان هل في ميه، في زحلقه، في الكلام ده كله هو بيقرره حكم المباراه، وهو الوحيد اللي بياخد القرار دوت في يلعب او ما يلعبش. ده حكم المباراه. ولكن انا بتكلم بصفه عامه، النهارده ميدان اللعب اثر على اداء اللاعبين داخل ميدان اللعب. ولكن هي مباراه تحكيميه سهله، طاقم التحكيم ما مرش بظروف. يمكن انا اختلفت في لعبه واحده بس في اللقاء، اللي هو الهدف الاول كابتن عادل اللي سموحه جابوه ده، يمكن ده انا بختلف في اللعبه ديت وهنقول ليه. ولكن بشكل عام النهارده حكام ممتازين، كانوا مساعد رقم واحد احمد توفيق طلب كان كويس، كان خالد حسين كان ممتاز، الحكم الرابع مبروك نبيل، وكان فار مصطفى الشهدي وسامي هلهل. هنروح للمباراه ونشوف الحالات سريعا مع اللي موجوده هنا. عندنا طاقم التحكيم ابراهيم نور الدين حكم الميدان، واحمد توفيق طلب و خالد حسين، حكم رابع مبروك نبيل، وصفا الشهدي، وسامي هلال. هنا اربعه لاعب نادي سموحه. وانا قلنا اعتراض دايما لابد ان اللاعب يبقى كابتن علاء هادي شويه، المباراه ما تستحملش انك انت تعترض بهذا الاعتراض. ولكن هنا ابراهيم على طول هنا الاعتراض قبله على طول ببطاقه صفراء، وهنا كان بدري قوي قوي، كان ممكن اللاعب دوت في لعبه الشوط الثاني كان ممكن بطاقه حمراء، اللي هي لعبه هو يمكن يستخدم المرفق فيها، ولكن احنا بنقول بشكل عام هنا البطاقه هنا صحيحه في هذه الحاله. هرجع تاني بس للحالة دي تاني، مهمة جدا جدا. وهنا هرجع تاني، معلش تسمح لي نرجع تاني ستوب. هنا الحكم ازاي بقى عنده قراءة يا كابتن علاء؟ يعني هنا ممكن كان سفر فاول، وشفنا في البطولات الأفريقية حكام قتلوا هجمات كتير جدا جدا بسبب الفكر اللي هو المحدود. هنا إبراهيم هنشوف عمل ايه؟ هنمر باللعبة ونشوف. يلا خلينا نمشي باللعبة. هنا استلم، هنا في مخالفة، ماشي نعدي المخالفة موجودة، ولكن هنا ابراهيم دور سمح باستمرار اللعبة هنا ومشي. حصل ايه؟ حصل ان اللعبة ديت كان ممكن يجي منها هدف، وهنا بنقول الحكم هنا برافو انك انت ازاي كان عندك قراءة وسمحت باستمرار اللعبة في حالة من الحالات كان ممكن الحكم هنا يوقف ويحسب المخالفة، وبالتالي هنا بنقول هنا قراءة جيدة لابراهيم نور الدين في هذه الحالة. نروح للحالة الثانية، نشوف الحالة الثانية اللي جه منها الهدف يا كابتن علاء، وهنمشي واحدة واحدة. نمشي واحدة واحدة. هنا طبعا الهدف جه. هنا لو في مخالفة تسبق الهدف لابد ان تقنية الفار تتكلم الحكم كابتن عادل. انا هرجع بس لحالة مهمة هنا. هنا شوف. البعض يقول لي ده هنا اللاعب نجح في لعب الكرة، انا معاك. بس مش معنى انك تنجح في لعب الكرة، ماذا بعد؟ مظبوط. ماذا بعد؟ تعال نشوف اللاعب عمل ايه. بص يا كابتن، هنا اولا دخول، ارجع تاني كده. دي بنسميها مهاجمه بالقدم او بالقدمين، مهاجمه بالستارز. كابتن شريف، انت خدت الكره وبعدين عملت ايه؟ خدت اللعب. كملت فين؟ في الارض. هرجع تاني، معلش ترجع لي تسمح لي تاني. واحده واحده نمشي. هنا في صراع وانت عندك فرصه لعب، انت داخل بالمهاجمه بقدم ماشي، والقدم طبعا مرفوعه، خدت الكره ولكن كملت في الرجل بتاع لاعب النادي. انا هنا لابد ان الفار يجيب الحكم كابتن علاء وخلي الحكم ياخد القرار، لان انا شايف من وجهه نظري هنا في مخالفه، على الرغم ان هنا اللاعب نجح في لعب الكره، ولكن بعد ما لعب الكره عمل كابتن
رجليه كملت في رجل لاعب النادي الاهلي. شفت حالات كثيره جدا جدا في بطوله الامم الافريقيه الحكم بيحسب المخالفه. دي الحاله يمكن انا اختلفت، يمكن ابراهيم في الملعب ما يشوفش تفاصيلها، ولكن انا بقول ان هنا الفار كان يجب ان هو كابتن شريف كان يجب يستدعي الحكم في هذه الحاله. انا شايف ان الهدف كان لابد على الاقل الحكم يروح ويشوف وياخد القرار هل يستمر اللعب ولا هل يحسب المخالفه للاعب النادي الاهلي. نمر ونروح الحاله اللي جايه. هنا نشوف هنا اللاعب هل في مخالفه ركله جزاء ولا مفيش. طبعا هنا نشوف الزاويه اللي جايه دي مهمه جدا. اللاعب سيطر وحط جسمه تمام، ولكن هنا لاعب المدافع هنا سموها عنده حرفيه عاليه قوي 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 وتوقيت ممتاز طبعا. في ان هو لعب الكره، لعب الكره بدون ان هو يلمس اللاعب. شوف هنا الاول ما حضنش على كورته، حط رجليه على الكره يا كابتن ونجح في لعب الكره. هنا مفيش مخالفه ركله الجزاء. وعن حاجه في اللقطه دي يا كابتن ناصر، لعب الكره بشماله بالظبط. خلي بالك اللاعب ده هو محظوظ يا كابتن علاء جدا، لان ثانيه تاخير او تقديم او رجل عكسي والله ده لو لعبها او رجل عكسي لا حاول يخرجها برجله اليمين كانت بتبقى بلانتي. بس معلش يا كابتن في حاجه ثانيه كمان، اتفضل. بطء وسوء تصرف بيكسوني ساعده بالظبط. هنا اللاعب المهاجم يا كابتن لابد النهارده، بص يا كابتن بالظبط انا حطيت اللاعب في ظهري مظبوط، ما عملش سكرين كلكم بتوع لعيبه محترمه. انا لابد ان انا حجم الاثنين، ياخد كوره وكنترول واجيب جون، ياخد بلانتي صح. سهل ان انا احجز على كورتي ودي دي كورتي، كان هو خد كورته وحجز تصرف. كان لابد النهارده بطء مكسوري تصرف، بس هو ذكاء من المدافع كمان بالظبط. المدافع كان محظوظ ان هو نجح في لعب الكره في هذه الحاله. خلينا نروح لاخر حاله تقريبا. وهنا خالد حسين النهارده الحكم المساعد رقم 2، هدف لوليد سليمان طبعا الكره عبرته تماما، ولكن هو هنا اخر اللعب طبقا للبروتوكول ثم عاد واشار على التسلل. نشوف لحظه التمرير وموقف التسلل من خالد حسين النهارده، كان بصراحه كان النهارده ممتاز. نشوف الاعاده وهنشوف هل في تسلل من لاعب النادي الاهلي وليد ولا مفيش. نشوف الحاله تاني، لحظه التمرير ستوب هنا كانت بالظبط، هنا كره هنا لحظه التمرير، وهنا موقف وليد سليمان كان في موقف تسلل. تمركز كمان تمركزه هايل طبعا هايل ممتاز، وقلنا التمركز دايما يديك القرار طبعا. فرق كبير بين حكامنا وحكام افريقيا. طب لو وليد لا كابتن، لو وليد كان سابها للي جاي وراه خلاص اللاعب امتى تعاقب اللاعب؟ عندما يتداخل يتدخل مظبوط. طالما انا وقفت مكان ما تدخلش خلاص، كان لازم هو ما اثرتش على حد وهو ما كانش مأثر على حد وكان لوحده. ولكن طبعا هنا موقف الحكم المساعد كان موقف ممتاز. سريعا بقى نتكلم يا كابتن على مباراه كاس افريقيا والتحكيم هنا. تمام، ممكن كابتن شريف سال سؤال؟ تمام. بص يا كابتن ايمن هقول لك، هو مش كلام خالص، ولكن هنتكلم ب المعايير. يعني هقول لك ايه الافضل ايه بالمعايير يا كابتن. لما نروح لحكام مصر، تونس، المغرب، الجزائر بالتحديد كده، ايوه مصر، حمود البنا، امين عمر، محمد معروف، الحكامين المساعدين اللي هم شاطرين جدا جدا، محمود ابو رجال واحمد حسام طه، ونيجي للفار محمود عاشور واحمد الغندور. ما شاء الله دولت السته اللي موجودين من مصر. نروح لجزائر، مصطفى غربال، مش عايز اقول لك من افضل الحكام والحكم جزائري مظبوط. هقول لك الفرق ما بين حكام شمال وبقيه الحكام. رضوان جيد في المغرب عمل احلى مباريات. صادق السلمي تونس، احنا بنتكلم في مصر، جزائر، تونس، المغرب. ايوه. اربع دول. افضل حكام ظهروا حتى الان كابتن اسامه هم حكام مصريين والتوانسه والجزائريين والمغاربه. طب هتقول لي ليه؟ بص يا كابتن، دايما لعيب حتى لعيب شمال افريقيا عندهم فكر وثقافه وعندهم تمركز وعندهم يعني حاجات كتيره جدا جدا، نفس الشيء الحكام. ايوه. نمره واحد. تبص تلاقي الحكم شمال افريقيا ازاي بيفهم القانون وازاي بيطبقه، ازاي بيقدر يتحرك في ميدان اللعب، يروح للحدث ويروح للتوقيت ويروح للمكان، ازاي ان هو ما بقاش في مسار اللعب. خلي بالك حكام افارقه كتير عطلوا اللعب نتيجه سوء التمركز. يبقى احنا بنتكلم في شخصيه تحكيميه، بسم الله ما شاء الله كلهم عندهم شخصيه تحكيميه لا يتاثروا ابدا باللاعبين او الجمهور. بس رضوان جيد كان مفهوم.
افرد شويه في الموضوع الانذارات المباراه اللي فاتت. انا باخد على رضوان جاي ان هو تعصب جدا. اتعصب. هو هقول لك رضوان جاي هو عاوز يفرض الشخصيه. بس عمر الشخصيه ما بيجيش بالكروت. بكتر الانذارات. يعني عاوز يدي يثبت للاتحاد الافريقي او لجنه الحكام ان انا حكم جامد. لا طبعا مش بالكروت طبعا. شفنا مصطفى غربال هادي جدا جدا. صحيح. ادار المباراه بشكل جميل. تعال اقول لك على حاجه مهمه. محمود البنا ادار مباراه تونس موريتانيا. قمه الدقه يا كابتن علاء في كل حاجه. الشخصيه التحكيميه موجوده. ازاي بيروح يا كابتن شريف كان في صراعات ما بين اللاعبين، ازاي يروح في التوقيت المناسب يفض الصراعات، يعني ما يخليش الامور تتازم، بدل مثلا ما يكون لاعب ضد لاعب ممكن يبقى اثنين لعيبه ضد اثنين، لا هو بيروح في المكان المناسب في الوقت المناسب. ازاي بيشهر الشخصيه التحكيميه موجوده، تمركزه وتوقعه موجود، كمان قراراته الفنيه وانضباط وميزان واحد في العقوبات الانضباطيه. عمل مباراه موريتانيا وتونس هايله جدا جدا جدا. أمير عمر في دور 16 يمكن هو الوحيد اللي لعب في دور 16، لعب غينيا وجامبيا. مباراة من أفضل مباريات اللي عملها أمير عمر مع أحمد حسام طه وأبو الرجال وكان محمد عمر في رابع وكان عاشور على الفار هو وأحمد الغندور. عايز أقول إن الحكام النهارده اللي ثبتوا على الرغم إن هم يعني مش بقى لهم كتير في القمة الدولية. يعني تيجي تتكلم على بملك، مجيت النضاي، سيكازوي، جسامة، جان جاك، كلهم بقالهم 10 سنين في القائمة الدولية، هم أفضل. تعال أقول لك على حاجة تانية، الوحيد يمكن من الحكام دي اللي هو فيكتور جوميز. أيوه. حكم عالي جدا جدا جدا، حكم متميز جدا جدا، عنده ثقة وعنده شخصية وعنده كمان ثبات في القرارات. تتمنى مين يحكم مباراة مصر والمغرب؟ بص يا كابتن، لو تقولني أنا هقول لك أنا عندي حكمين. أولا تونس والمغرب الاثنين شمال أفريقيا. ايه المانع؟ انا بقول اهو الجزائر خرجت من البطوله. الوحيد اللي عنده حظ كبير جدا انا كابتن علاء هو الحكم الجزائري. مصطفى غربال. مصطفى غربال. بالظبط كده. ايه المانع يا كابتن؟ ما هو ده شمال ومنتخب مصر والمغرب. طب والجنوب افريقيا؟ بس يا كابتن ما هقول انا تقول لي افضل؟ هقول لك مصطفى غربال افضل. انا عايز فيكتور. هو عنده الدوافع يا كابتن ايمن ليه؟ ولا منتخبه خرج. هو عاوز يثبت حاجه بقى ان فيه. الجزائر موجوده صح. حاجه ثانيه وراح كاس عالم. ايوه اذا مش هيبقى في شبه ابدا مجامله لحد. بس انا كابتن قلنا مين اللي رايحين كاس العالم بس هم ممكن يا كابتن يتخلصوا من الجزئيه دي. هيقول لك بقى بدل عرب مع عرب اخلي حد من الفريق احسن. انت بتسال على امين ولكن أوه. عندنا حكم ثاني. مين؟ فيكتور جوميز. فيكتور جوميز ده الوحيد اللي هو قادر يا كابتن ان هو يدير المباراه بشكل يعني اعتقد يعدي بيها باقل الاخطاء التحكيميه. صحيح. مين الحكام اللي راح كاس العالم من الموضوع؟ كلهم كل اللي انا قلته القدام. يعني انت عندك جان جاك يعني اللي هو حكم امبارح. المصريين والتوانسه لا يعني هو رضوان رايح. رضوان جيد حكم المغرب رايح. غربال رايح. عندنا ابو الرجال امين عمر يمكن في البطوله ديت يروح ولكن هتلاقي بكاري جسامه موجود، هتلاقي سيكازو موجود، هتلاقي بملك موجود، كل الحكام اللي هم القدام اللي اعتقد المفروض الاتحاد الافريقي يغير بقى. يغير ويبتدي يصعد الحكام اللي هي اللي بنقول عليها فرق كبير يا كابتن علاء ما بين التحكيم. جوميز رايح يا كابتن؟ اه طبعا رايح اه طبعا اه. انا بقول في النهايه ايه؟ ان نتيجه التطوير العالي جدا لحكامنا استيعابهم للقانون نتيجه ان هم بيطوروا من ادائهم يا كابتن ايمن عاوزين يعملوا حاجه كويسه. عدوا بمراحل الحكام اللي هي بقى لها 10 او 11 سنه في القائمه الدوليه. اتمنى ان شاء الله اتمنى طبعا اتمنى ان مصر تاخد توصل النهائي طبعا هيقلل من فرصه محمود البنا وامين عمر بس مش مشكله هم ادوا مردود جميل جدا وخلاص مفيش مشكله. صحيح. اتمنى طبعا النهائي ان مصطفى غربال طبعا يدير النهائي او رضوان جيد اي حد من الحكام اللي هم شمال افريقيا ولكن في دور الثمانيه. نعم حد من حكامنا ياخد في دور الثمانيه ممكن ماتش من الاربعه ولا لسه متحدد؟ لا لسه يعني ولكن فرصه محمود البنا ياخد في دور الثمانيه مباراه من المباريات اللي جايه ولكن في النهايه نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. النهايه طبعا احنا كلنا بنحب مصر دي مصر ديت يعني ام الدنيا اتمنى ان هي مباراه تبقى توصل النهائي وتاخد البطوله ان شاء الله باذن الله كابتن. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر. اشكرك كابتن ايمن. شكرا. وبنتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة النادي الأهلي ونادي سموحة الجولة الرابعة لكأس الرابطة المصرية للأندية المحترفين والتي انتهت بفوز نادي سموحة 3 أهداف مقابل لا شيء.
في نهاية أتمنى الفترة القادمة إن شاء الله تشهد انطلاقة بعد مباراة النهاردة لنادي الأهلي. نتمنى التوفيق جميعا للنادي الأهلي الفترة القادمة بإذن الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، ألف شكر كابتن شرفتنا. شكرا كابتن أيمن، وجود لك وبالتوفيق لنادي الأهلي في كأس العالم للأندية ومنتخب مصر بإذن الله قدام المغرب بإذن الله. كابتن أسامة عرب شكرا كابتن أسامة. شكرا شكرا الله يخليك. كابتن علاء مهيوب شكرا يا كابتن. شكرك يا ايمن وكل توفيق ان شاء الله منتخب مصر، وربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن علاء عبد الرحمن الف شكرا. اتمنى من قلب ان مصر تكسب ان شاء الله، وشكرا يا كابتن ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق التحيه.